طيب احنا في جول 7 complication of cancer therapy. احنا قلنا لو في surgery اتعملت وعملت لي مشكلة يبقى ازاي امنع complication لها. طبعا احنا قلنا laryngectomy ان patient ما بيبقاش قادر ما بيبقاش عارف يخرج صوت ما بيبقاش عارف يتكلم، ففي طرق ان انا بشرحها له بساعده ان هو يعرف يتكلم ازاي. اول حاجة حاجة اسمها esophageal speech، وبس دي ما بيكونش هو عارف يخرج صوت، يعني بيبقى الكلام غير واضح. الطريقة التانية يعني الصورة اللي هي electronic larynx device، دي زي device كده ممكن يستخدمها، بيحطها على النك فوق الاستوما وهي بتعمل موجات، لو هو حاول يتكلم هي بتحول الموجات دي لصوت، فبالتالي الناس تقدر تسمعه وتفهمه ونحسن الcommunication. في طريقة تالتة اللي هي trans esophageal speech. ترانس اسوفاجيال سبيتش ديت يعني حاجه صغيره كده زي فالف بيتركب بين التراكيه وبين الاسوفاجس، التيوب الصغيره دي بيكون فيها فالف وان واي فالف، يعني بتدخل الهواء في للاسوفاجس وبس، لكن تمنع ان في حاجه تدخل من الاسوفاجس للتراكيه عشان طبعا ما يحصلش اسبيريشن. فاللي بيحصل ايه، انا بقول بعلم البيشنت ان انت بس لما تحب تتكلم سد التراكيستومي، يعني اقفل التراكيستومي، فوقتها يعني وطبعا خد نفس عميق قبلها، يعني لازم ياخد نفس وبعدين يسدها وبعدين يحاول يتكلم، فالهواء بتاع الاكسبيريشن هيدخل من الفالف ده ويعدي الاسوفاجس، وبالتالي لما يحاول يتكلم هيكون فيه صوت طبيعي. طيب جول 7 prevent complication. الجزء التاني لو عندي كولوستومي، لو عندي كولوستومي المفروض بعمل assessment الابدومينال ستوما فور ايديما، pink color، small amount of mucus، drainage and excessive bleeding. لو حصل اي حاجه من الحاجات دي طبعا المفروض ان انا بعمل يعني بريبورت وبتخذ اي اجراء معه. apply protective skin barrier around the stoma، لازم اعمل skin care طبعا للمنطقه دي. demonstrate colostomy care، skin care، applying، removing and irrigating، discuss nutritional status و discuss sexuality issue. لو في mastectomy البيشنت تعمل لها mastectomy بعمل assess للسيرجيكال درين، لو في بشوف مكان الجراحة لو في اي drainage، teach post mastectomy exercise، في exercise لازم تعملها البيشنت بعد الجراحة دي. avoid restrictive clothes، طبعا ننبهها ونعلمها ان ممنوع ان هي تستخدم اي ملابس تايت او ضيقة عشان ما يحصلش اي injuries او burn او الكلام ده. avoid crying sorry carrying heavy object، يعني ما ينفعش تشيل حاجة تقيلة في ال affected part، يعني في الجنب في الدراع، لو هي العملية في ال right side يبقى ما ينفعش تشيل حاجة في ال right arm مثلا. post provide nursing care for patient undergoing chemotherapy، اولا assess the patient previous experience and expectation of nausea and vomiting to give patient sense of empowerment and control. يعني لازم اعرف هو يعني انت خدت جلسات كيموثيرابي قبل كده، طب حصل لك اي nausea vomiting، حصل لك اي complication من الكلام ده، لازم ابقى عارفه الكلام ده. prevent the unpleasant sights odor sounds، يعني امنع ان هو يسمع او يشوف مشاهد مش غير مريحة او يسمع او يشم حاجة مؤذية، كل الكلام ده احاول ابعده عنه. use distraction، distraction يعني التمويه او ان انا اشتت انتباهه في حاجة تانية بحيث ان هو ما يبقاش مركز مع الكيموثيرابي والسايد افكت والكلام ده. ممكن استخدم ميوزك ثيرابي، باي فيدباك، السيلف هيبنوسز، هيبنوسز يعني مهدئات، ان هو ازاي يهدي نفسه او ازاي ينيم نفسه او كده. ريلاكسيشن تكنيكس اند جايدد ايميجري بيفور ديورنج كيموثيرابي، يعني استخدم كل التكنيكس دي قبل وبعد الكيموثيرابي واثناء طبعا الجلسه. ادمنستر بريسكرايبد اند ايميتيك سيداتيف اند كورتيكوستيرويد بيفور الكيموثيرابي اند افتر وورد از نيدد. طبعا بيكون في حاجه اسمها
البري اللي هي الأدوية اللي بنستخدمها قبل الجلسة، زي تحضير كده للكيموثيرابي، بيكون فيها انتي ايماتيك وسيداتيف وكورتيكوستيرويد، دي حاجات عشان تقلل لي سايد افكت من الكيموثيرابي. اسس اذر كوزز اوف نوزيا اند فوميتنج، زي ساتش از كونستيبيشن، لو بيشنت عنده كونستيبيشن احاول اعالجه، او عنده جاسترو انتستاينال اريتيشن، او الكترولايت امبالانس، او هو كان اصلا على راديشن ثيرابي، او لو في سنترال نيرفس سيستم ميتاستاسيس. اسس الانتيك اند الاوتبوت. طيب provide nursing care for patient undergoing radiotherapy، اللي هو بياخد radiotherapy. اولا نشوف لو في erysmatous areas، يعني لو في erysmatosis مثلا. use only lukewarm water، يعني المياه الفترة، to bath the area، يعني عشان انظف المكان ده استخدم مياه فترة. use cotton clothes، apply vitamin A.